قيمة سليمان. اليوم كما تعرفوا كان دورة عادية مجلس إداري الاتحاد التعاونيات مع جميع التعاونيات الفلاحية بإقليم من سليمان. كانت واحد المجموعة ديال نقاط جدول الأعمال اللي كانت وهي تحييم السجلات التعاونيات المنضوية تحت لواء الاتحاد، وذلك بالقرن المادة 17 والمادة 45 وكذا المادة 59 من القانون 12/112 الجديد، وكذلك توجيه جميع التعاونيات الفلاحية بإقليم بن سليمان إلى عقد جمعات عامة سنوية في أقرب الأجل طبقا لمقتضيات القانون المنظم للتعاونيات بالمغرب. وكذا تمت عقد اتفاقية شراكة بين إحدى الشركات الخاصة بمراقبة الحسابات اللي غادي تولى جميع الحسابات ديال التعاونيات المنضوية في اتحاد التعاونيات بن سليمان. هو الغرض من هاد الدورة اللي كانت اليوم ديال المجلس الإداري اللي كانت بحضور جميع التعاونيات، الغرض منها هو تسريع الوتيرة للجمعات العامة طبقا للقانون اللي جا به القانون الجديد، لأنه احنا في الإطار ديالنا كتنظيم مهني واتحاد التعاونيات تنقوم بتطوير وتكوين التعاونيات في المجال المحاسبة وكذا طريقة تسير ما هو إداري وما هو محاسباتي، لأنه باش نحافظوا على سيرورة التعاونيات واستمراريتها. وشكراً.